بعظمة لسانه، بعظمة لسانه فيها الفطة على الهوى، مين المسؤول؟ لكن قبل ما نروح نشوف الهلفطة واللي بيها الفطو ومين المسؤول عن ضبط هذه الهلفطة، خلينا نقول الخبر المهم جدا، تعاقد النادي الأهلي مع المغربي بقى بدر بنون. من حوالي شهرين كده لما بدأ الكلام على بدر بنون، بسأل صديقي المغربي العزيز الصحفي النابه منصف اليزغي عن بدر بنون، قال له واو، صفقة لو الأهلي تمكن من تحقيقها هيبقى أضاف لنفسه لاعب مهم جدا. ده كان مدافع نادي الوداد الرجاء ولاعب مهم جدا، مواصفاته هايلة جدا. اعتقدت إنه منصف اليزغي بيجامل ابن بلده، لغاية لما شفت تويتر للصديق العزيز فيصل زيدان المتألق في اليوتيوب بينقل على أو عن صحفي مغربي صديق هو الإعلامي المغربي سعيد بالفقير، كاتب فيصل زيدان إن أنا سألت الإعلامي المغربي سعيد بالفقير عن بدر بنون فقال لي كلام مهم جدا، هذا لاعب متميز إذا أحب يعشق وإذا عشق أخلص كل الإخلاص، يليق بالأهلي وعقلياته الاحترافية، يلعب بأناقة وبقوة في آن واحد، لا يلهث خلف الشوء ولا يشغله أبدا النجومية المنفردة، يقاتل دائما من أجل الفريق. سبحان الله، وكأنها المواصفات القياسية للاعب النادي الأهلي. بدر بنون تعاقد مع الأهلي لأربع مواسم، سعيد جدا بانضمامه للأهلي، الكلام كتير مهم.